سؤال، هل الأنبا بولو والأنبا أنطونيوس لهم أي رتبة كهنوتية؟ التاريخ ما قالش أن لهم رتبة كهنوتية. وأين كانوا يتناولون؟ كانوا يتناولوا في الكنيسة طبعا، بس أنبا بولا كان عايش في وحدة كاملة، فقطع متناول وهو صغير، وما كانش عنده فرصة وهو كبير مع الوحدة الكاملة. وأنبا أنطونيوس طبعا كان بيتناول في الكنيسة بدليل ان هو سمع آية في الكنيسة خلته يسلم نفسه ربنا.